طب هل بالفعل الاهلي فتره من فترات وانت في نادي الزمالك كان عايز يتعاقد معاك؟ دي حقيقه، والعقود كانت مع كابتن النحاس. يعني انا ده كان امتى الواقعه؟ كانت امتى ولا دي الواقعه؟ كانت 2013 كان خلاص اخر موسم ليا، وكان فاضل لي حوالي شهرين. كان كابتن النحاس ساعتها وكيلي، فانا مضيت العقود معاه. طبعا مضيت عقود النادي الاهلي. لا العقود نفسها، ما العقود مش مكتوب عليها اهلي ولا زمالك، بس عقود ان هو موضع النادي الاهلي ولا عقود؟ لا عقود بس، عقود بس انا كنت ماضي عليها، والعقود موجوده مع كابتن النحاس. كابتن النحاس بقى يوديها اهلي يوديها زمالك. يعني العقود فاضيه لسه ما اتحطش فيها اسم، لسه ما اتحطش فيها اي حاجه خالص. طب هل في حد من الاهلي بقى كلمك فعلا؟ يعني حصل بيننا وبعض كابتن مجد طلبه، ويعني وكان الكابتن حسام بدري اتكلم عليا شويه ان هو كان عايزني في النادي، بس اللي حصل بيني وبينه كلام كابتن مجد طلبه طبعا. بيقول الكابتن تامر النحاس الاهلاويه خلت جمهور الزمالك ان ده وكيل احمد جعفر، خلاص ايه؟ خلاص راح خلاص راح الاهلي. تمام. فهي بقى حصل بقى من هنا طب المكالمه بينك وبين الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ لا انا الاستاذ محمد عبد الوهاب كلم كابتن تامر، كابتن مجد بس اللي كلمني، كابتن مجد طلبه. وبعدين كابتن تامر بقى كان دايما معايا، دايما على التليفون. يعني استاذ محمد بابا كان بيكلم كابتن تامر، طبعا انت عارف علاقته بالنادي الاهلي كويسه، فكان دايما كابتن تامر يقول لي استاذ محمد كلمني دلوقتي، يا ابني ايه رايك، يا ابني طب هتيجي، يا ابني شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك. فقلت له طب سيبني يومين كده وانا كنت ساعتها مكلم كابتن حماده، قلت له خد العود من كابتن تامر، انا موجود في نادي الزمالك. كان ساعتها كابتن حماده مدير اداري، فقلت له كابتن حماده ان العود مع كابتن تامر، ابعت خدها وانا خلاص موجود، بس العود خليها معاك لحد ما تشوف ما هنوصل لحل يعني. فكلمت كابتن تامر، قلت له كابتن تامر لو سمحت، طبعا يعني قلت له قصه نادي الاهلي طبعا مقفوله، انا مكمل في نادي الزمالك. نادي الاهلي طبعا عيني وراسي طبعا، بس انا موجود في نادي الزمالك، النادي اللي انا لعبت فيه 6 سنين، فانا حابب ان انا اكمل يعني. هدفك فريق بيتا كلوب الانجولي، البعض بيعتبره من افضل الاهداف، بس طريقه احتفالك هي ان كانت صعبه شويه. صعبه جدا. ايه السبب اللي خلاك تعمل كده وترمي التيشيرت على الارض؟ الفتره دي فتره التجديد. انا كان الموضوع بالنسبه لي منتهي خلاص، انا كلمت كابتن حماده ان هو ياخد العود وخلاص، شبه 90% الموضوع محسوم في نادي الزمالك. ففجاه بقى عارف انت لما الاداره بقى تسرب اخبار وتلاقي الناس ضغط عليك وبتشتمك، وانا اصلا الموضوع خلصان يعني، اساسا العقود مع كابتن حماده، بس الموضوع ده كان بيني وبين كابتن حماده انور يعني بصراحه. ما عرفتش حد يعني؟ لا ما عرفتش حد خالص. يعني هو كان هو حاله الوصل ما بين الاداره وكده. بيا بس حتى انا قلت له ما تعرفش حاجه عن الاداره لحد ما اشوف انا هيقعدوا معايا وهنوصل لايه ونخلص كل حاجه. عارف انت لما الاخبار بقى بتتصرف في الغلط وتلاقي الجمهور يعني بيعرفوا الجمهور، حتى ما كانش ساعتها الالتراس بصراحه بتاع نادي الزمالك، لا كان الجزء اللي هو بتاع الدرجه الاولى والناس بتوع الناس اللي هم جنب الاداره وكده. عارف انت بقى شتيمه بقى من وانت اصلا في اوضه النفس سامع الشتائم. فالموضوع كان صعب. حتى كابتن احمد حسن بقى جه جنبي، كابتن عبد الواحد، خلاص احنا داخلين على ماتش مهم. ده كان ماتش مين بقى؟ كان ماتش فيتا كلوب ساعتها. احنا داخلين على ماتش مهم وفي افريقيا، وحتى الخواجه ساعتها فيريرا فييرا قال لي جه اتكلم معايا، كان الناس كلها كانت بتحب الراجل ده، جميل يعني شخصيه رائعه. بيجي يتكلم معايا وقال لي الجمهور اللي بيشتمك النهارده، انت لو عملت حاجه كويسه في الماتش او كسبنا الماتش هيجي تاني يوم يشجعك. وفعلا دي الحقيقه يعني، بعد يعني الضغوط اللي حصلت لي في الماتش كانت صعبه جدا. انت من اول عارف انت من ساعه ما حطيت رجلك في الملعب وانت الناس كلها شايفاك انت بس الحاجه الوحشه اللي في الفرقه، والسباب عالي جدا، وعايز اقول لك وبعد كمان بقى خاصه بقى ضغط كمان، وانت بقى يجيلك فرصه كمان قدام الجول وتضيعها، اللي هو كان بيشتمك في زر وبقى في ميكروفون. قررت كده، قررنا اي كره هتجيله قدام الجون ناخدها واحده، ربك كان موفق فيها، فالحمد لله دخل الجون. عارف انت بقى الضغوط كلها اتشالت ما عليك في الفتره دي، فانت اللي هو طقنا جابن ده اهو خلاص. بعدها بعد الماتش برضه الناس كانت بتشتم ولا؟ بص الخواجه قال لي كلمه، قال لي الجمهور اللي بيشتمك دلوقتي بعدها مش بعدها بساعه تقريبا في الماتش ممكن يندى عليك، يعني في ماتش ده عليك. وفعلا اللي حصل ان انا جبت جول في اخر 10 دقايق، بس انت ما راحش للجمهور تقريبا؟ لا ما انا خلاص عارف انت طوقنا جه بقى تاني يوم الجمهور اللي كان بيشتمني فعلا، مش برضه بعيد عن الالتر عشان الناس تبقى مركزه يعني، كان ساعتها الالتر طبعا ما بيشتموش حد عامه، الناس اللي كانوا بيشتموني فعلا اللي هم الدرجه الاولى وجنب مجلس اداره وكده، هم تاني يوم اللي جم شجعوني برضه في النادي في النادي في المدرجات. كان ساعتها المدرجات طبعا موجود، جمهور بقى نادى عليا جد جعفر وشجعوني في النادي وكده، وقلت لهم العود اصلا موجوده في النادي، احنا ما بنعيش العود والله.